شو سلمي أحلى انترفيو هيدا. How good or bad was it تتكون كوتش لعيب هلا بتدور التي في بتشوفه مثلا بالان بي اي مثل حسن وايتسايد؟ يعني we knew that بعد 2-0 down ما بده يلعب الزلمة. يعني he was doing fouls قصد ليطلع foul trouble. So واحد ما بده يلعب أفضل ما تلعبه يعني لو مين ما كان. يمكن كاريرته لجاد الحاج كانت تغيرت كتير. قلب زون ربح المنتخب خلوه راحت الكهرباء. ان شاء الله تجي. ان شاء الله تجي. ليه معقول ما تجي؟ طيب we're back. نهلف عنا شموع ضو الشموع. Game 3 وبتعرف سيري best of 7 بيلعب بلبنان back to back games. يعني نهار ايه نهار ايه نهار ايه نهار ايه نهار لا نهار ايه نهار ايه which is sick. يعني مين ما بتخبر حالة ليك بالعالم تضحكوا علينا. So كان the highest winning streak. So كان كل شيء ماشي. That's why وقت قلت لك عن جورج جعجع انه يمكن هلأ تفيده تاكل كف بكير you adjust. مش انه بتوصل للآخر ومرتاح ومش خسران كل هاي وبتضرب فيك العاصفة. أحمد إبراهيم يلي ما بيعرفه he's a very nice guy sweetheart calm ما بيعمل مشاكل مع حدا ما بيعمل بس هو he's a special person you need to go around him or you need to play not you should not be a coach when you are with him you need to support him you know how to put him in the best thing possible or you need to protect him by so many things هذا اللي عملناه لأنه كان هذا choice طبعاً إذا بنعمل final four we have to go through this بس it takes a lot of time off the court ليضل ماشي حاله منيح. أحمد takes from the team a lot to give you a lot. بالمنتخب you cannot take from the team you need to gift the team only so the contribution يلي بتعملها للفريق هي المهمة. plus بالمنتخب عندك choices أكتر you don't have to drag yourself لتفيد أحمد لأحمد يفيدك. شو هالديليما أنا بالشانفيل في this many changes بس this is what is بالشانفيل و that's why من وقت من زمان فترة طويلة ما ربحوا وما بعتقد إذا بتضل هالفورمولا بيقدروا يربحوا. طب who's to blame who is exactly to blame يعني في أوقات عم بيصير قصص فوق مش معقولة بيجي كوتش بفل كوتش غير who's the administration إبراهيم نسا you answered بس I thought إنه I will play around the system or I'm a little bit more clever than others to run this thing. طلعت بالعكس أحمر من غيري بهالموضوع. So the career to blame. It was my decision. I have to take it. يمكن البحرين كان منه an exit لأنت يمكن تقول إنه فلات على البحرين بس صار شيء تأنت ما كملت مع المنتخب. بده ليكون عنده الباور أما إنفلونس ليجربوا يدفشوا لاعبته اللي يبينوا إذا ما لعبت لاعب من هيدا الفريق بيزعل منك هيدا الكلاب ما لعبت هيدا بيزعل so eventually رح يكون في conflict مع المانجرز أما administrators تبع الكلابس كلهم so فكرة تكون coach head coach national team متفرغ هي فكرة سليمة for the sake of this national team كان بدي اتكافى morally مش ماديا و I get the tap on the shoulder ويعطيك العافية. هلا so many things happened in the way. لشخص عم بيقول إنه كان حلمك توصل على World Cup مع المنتخب اللبناني. تندم شيء إنه أخذت هيك decision؟ وقامت الدنيا وقعدت إنه أنا I'm minimizing the role of أمير و politics وأخبار وراحت القصة بهالاتجاه. So أمير was on the lineup, but the way they dealt with this thing, أول شيء لتنجح you need to support your coach. In whatever decision he takes. بس هو لأنه في people they didn't do their jobs well صاروا يلزقوه الفيه وأنا ظهري بيحمل صرت أتحمل وغطي على الناس بس eventually طلعت فيه وأنا I accepted it. It's very important the sports journalist بالوظيفة اللي عم بيعملوها اللبنان نفقدها ولنوعي العالم ما بدك الطيب للأمور مثل ما قلت you need to show the mistakes. أنا بعرف أنه من وقت ما بلشنا this show انه بنحكي اوقات كتير بالانجلش ولازم نحكي اكتر بالعربي I know مزبوط. it وعم جرب كتير حسنا for example so whenever حنا بيجي بيقول لي هذا الشيء ما بياخده offensive وبعمل له block وبعمل له remove المشكله هي انه العالم in the sports وبهذا البلد و in our culture
ما بتتقبل كتير الكريتيسيزم والفيدباك اللي انت عم تحكي عنه, وخاصا in high positions and positions of power. ما فيك كمان انت تكون in a very big position تقعد تعطى الهام كل واحد عن فيسبوك شو عم بيحكي عنك, وكل كومنت وكل ريبلاي, وتعمل بلوكيتك. Criticism is part of the game.